عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات العيادة وموضوع طبي مهم. الليلة حلقتنا هتكون عن ارتفاع ضغط الدم. هنتكلم عن التغذية العلاجية لارتفاع ضغط الدم مع دكتورة ميادة كرار، وكمان هنتكلم عن أعراض وتشخيص ومضاعفات ارتفاع ضغط الدم مع دكتور أنس البدوي، وكمان هيكلمنا عن تجربته مع مرضه بالكورونا. هنتكلم كمان عن ارتفاع ضغط الدم عند الحوامل، وكمان هنتكلم عن طريقة قياس ضغط الدم، الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم. ما تمشوا بعيد وخليكم معنا بعد الفاصل. مرحبا بكل اللي انضموا لمتابعة برنامج العيادة. وصلنا لأهم الفقرات، فقرة التغذية العلاجية. أكيد علاج ارتفاع ضغط الدم ما بيعتمد بس على الحبوب اللي بياخدها المريض، وهو للأسف كلنا بنفتكر كده تحت الحبة الصباح وانتهى الموضوع، لكن التغذية عندها دور فعال جدا جدا في علاج ارتفاع ضغط الدم. ده هنعرفه مع الدكتورة ميادة كرار، وأنا سعيدة بك جدا من اختصاصية التغذية، ودي واحدة من المهام المهمة جدا لمريض ارتفاع ضغط الدم والتغذية العلاجية. دكتورة ميادة دكتورة إيمان، التغذية العلاجية عندها دور مهم جدا مع ارتفاع ضغط الدم، وعشان نقدر نضبط وننظم ضغط الدم ويكون في النورمال رينج بتاعه، وهو شغل متكامل مع بعض. يعني احنا من غير الدكتور ما ينفع، والدكتور من غيرنا برضه ما ينفع، وبرضه بالحركة. يعني هي حاجة مع بعض، انه متكاملة مع بعض عشان نقدر انه نضبط ارتفاع ضغط الدم. طيب دكتورة، فروشته مهمة جدا، أو كيفية بتكون الصينية أو أكل المريض من الصباح بالمساء، الفطور المفروض يحتوي على شنو، الغداء العشاء، ولا الباب مفتوح؟ هل في حاجات محددة؟ يعني أنا بس بعرف إنه كل المرضى معلومتهم إنه إحنا نقلل الملح، وبيفتكروا بإنه نقلل الملح في الملح بس، يعني الملح يكون قليل، غير كده ما في، يعني ما مهتمين جدا بجانب التغذية. فعلا المعلومة الشائعة عند الناس انه اي زول عنده ضغط معناه انا خلاص حوقف ملح ولا حقلل الملح وكده، خلاص انا يعني محافظة ومنظمة الضغط بتاعي. لكن الحاجة دي ما بس بتختصر على الملح، في نظام كامل بيكون هو لمرضى ضغط الدم. مثلا عندنا زي حمية غذائية مفروض يتبعوها اسمها الداش دايت، دي مفروض انه يطبقوها على المائدة بتاعتهم وعلى الصينية بتاعتهم. الداش دايت انه هو يعني بيكون فيه بنقلل من نسبة الصوديوم واللي هو الملح. الصوديوم ما بس موجود في الملح بتاع الطعام، موجود في المعلبات، في اللحوم اللي بتكون مصنعة زي المرتديلا والهوت دوغ والسجوق، دي كلها بتكون فيها نسب عالية من الصوديوم. حتى التونة بتكون فيها نسبة عالية من الصوديوم، وكمية من الحاجات حتى البسكويت اللي بتكون مملح. فلازم نكون حريصين جدا انه نقرا النسخ الغذائي بيكون مكتوب فيه نيوتريشن فاكت في ورق، انه الصوديوم ولا بيكون مكتوب ملح الصوديوم ولا ملح الطعام، انه الكميه بتاعته قدر شنو. فاحنا لازم نكون حريصين انه الصوديوم يكون اقل من 400 ملي جرام لمرضى الضغط الدم، انه هم يتناولوه ما يكون اكثر من كده. ثاني حاجة إنه الداش دايت إنه هو عموما بيكون منوع بصورة عامة، إنه لازم ياخذوا نشويات بكميات مناسبة، لأنه النشويات هي المصدر الرئيسي للطاقة. يعني ما 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 ما, ما بكون في إنه نتخلى عنه، نعم. فبكون في زي 6 لـ 8 حصص من اليوم من النشويات. برضو النشويات بنختار النشويات اللي بتكون صحية زي الشوفان ولا العيش بتاع الردة، الدقيق الأسمر ده بيكون أفضل من الدقيق الأبيض ولا الخبز الأبيض. تاني بالإضافة إلى الألبان ومشتقات الألبان كلها بتكون من 2 لـ 3 حصص في اليوم. تاني عندنا البروتين بتضمن لنا اللحوم والجداد والسمك وحتى البقوليات. بنفضل إنه الناس تأخذ تمين للجداد والأسماك أكثر من اللحوم. اللحوم أي تأخذها لكن من 2 لـ 3 مرات في الأسبوع، لأن الدهون فيها برضو فيها نسبة من الصوديوم، وبرضو فيها دهون مرتفعة أكثر من الجداد والسمك. ثاني عندنا الدهون بصورة عامة إنه الجسم بيحتاج لها لكن بيقللوا منها، وبرضو نفضل الدهون الغير مشبعة والمكسرات، ده بليمت معين. ده بصورة عامة إنه هو الداش دايت. لكن تاني كل زول برضو بيختلف من حالة لحالة إنه بنزيد له شنو بنقص شنو، على حسب المضاعفات الموجودة عنده، إذا كان في أمراض تانية أو أيوة. تاني بالإضافة إنه في البوتاسيوم، قللنا الصوديوم لازم ناخد حاجات إنها بترفع البوتاسيوم عندنا.
لانه هو كويس للقلب، والقلب بتاعنا ما يتاثر يكون شغال بصوره كويسه. أيوة. اللي هي دي بنلقاها اكثر حاجه في الخضار والفواكه، عشان كده لمرضى ارتفاع ضغط الدم في الداش دايت انه لازم ياخذوا من 5 إلى 8 حصص في اليوم من خضار وفواكه. أيوة. مهمه شديد، لانه فيها بوتاسيوم وفيها فيتامينات ومعادن، والبوتاسيوم برضه بنلقاه في بعض من الاطعمه ولا بعض من الخضار والفواكه، في بنلقى فيه نسبة البوتاسيوم بتكون عالية، مثلا عندنا زي الموز، زي البرتقال، زي الطماطم، دي كلها حاجات نسبة البوتاسيوم فيها عالية. نعم، حاجات مهمة جدا. طيب يا دكتورة، الكثير من الناس بتفتكر برضه إنه يعني التعداد الملح ده حكاية صعبة بصراحة، يعني كونه احنا نمسك كده بس نقول من الصباح للمساء اخذنا، في ناس بوقف الملح خالص، هل دي فيها خطوره؟ هل فيها مشكله؟ يعني في ناس بوقف الملح خالص وبيحاولوا انه اي حاجه فيها ملح ما ياخذوها خالص. طبعا هو زول لو قدر انه يوقف الملح خالص ده افضل حاجه، حتى لو زول ما عنده ضغط الا لو ناس بتحصل لهم هبوط، ايضا بيحتاجوا انه يكون في صوديوم. لكن حاجه مفيده اذا هي حاجه مفيده، وزي ما قلت لك انه الملح ما هو صوديوم، ما بس انه احنا بنلقاه في الملح الطعام. ايوه، يعني صوديوم بنلقاه هاي في المصادر الثانيه، فالواحد لو قدر يوقف في الملح الطعام بيكون ممتاز كويس جدا. طيب دكتور، في كثير من الناس، طبعا احنا السودانيين بنحب جدا حكايه العلاج البلدي والاعشاب، وما نبلع الحبوب بس ناخذ الحاجه في العينين، نبل الكركديه وناخذ الثوم، رايك شنو في الجانب ده لعلاج ارتفاع ضغط الدم؟ طبعا العلاجات البلديه عندها دور فعال في انه ترفع لنا ولا تنزل لنا ضغط الدم، لكن انه لازم انه ناخذها بكميات مناسبه، وبرضه نستشير فيها طبيب، يعني ما نشوف انه حاله نفعت مع الزول الفلاني معناها انها تنفع معي، كل زول بحالته. مثلا عندنا زي الكركديه هو مفيد، بينزل لنا ضغط الدم، فمفيد جدا انه ناخده، وحال عندنا متوفره. مثلا عندنا الثوم برضه لو زول اخذ له فص ثوم الصباح على الريق برضه حاله كويسه. عندنا الزنجبيل، عندنا القرفه، دي كلها حاجات بتنزل من ضغط الدم، لكن القرفه هي بتنزل ضغط الدم وبرضه ناقص السكري. فلو في زول بيحصل له هبوط في السكر فاحنا بنحجز انه مثلا انه هو ما ياخذ. نعم. السمنه وطبعا دي برضه بتفتكر بتيجي من العادات الغذائيه السيئه، يعني كثير من الناس ارتفاع ضغط الدم مصحوب بسمنه كبيره. كيف دي حد في الحسبان عندكم برضه بتحاولوا تنزلوا من وزن المريض او لا؟ هل في علاقه بين ارتفاع ضغط الدم والسمنه والوزن الزايد؟ طبعا البدانه ولا السمنه بتلعب دور، ولا هي سبب رئيسي، واحد من الاسباب اللي بتسبب لنا ضغط الدم. حتى بنلقى في ناس يعني صغار في السن ولا اعمارهم صغيره بسبب البدانه اللي عندهم انهم عندهم ضغط في الدم. يعني فبيكون حريصين جدا انه هم لازم ينزلوا وزنهم عشان ضغط الدم بتاعهم ينضبط. حتى هم براهم بيلاحظوا انه اول ما الوزن ينزل ضغط الدم بيبدا يعني يتظبط ويكون مظبوط. وفي حالات كثيره انه ممكن واحد يستغنى عن العلاج وعن الادويه. نعم، دي وصايا مهمة جدا في أقل من دقيقة، وصايا لكل اللي بيسمعوها دكتورة ميادة كبار بالنسبة لمرضى الضغط. أول حاجة أشربوا مويه كثير، قللوا من الموالح والمخللات والصوديوم بصورة عامة، حتى لو ما عندك ضغط نوعوا أكلكم بصورة عامة يكون متوازن وصحي. وما تنسوا إنه برضو العلاجات البلدية إنه ما تاخذوها براسكم، برضو استشيروا فيها الطبيب، ولازم يكون في عندكم مراجعة دورية لضغط الدم لأنه هو المرض الصامت. يعني ممكن يكون عندك ضغط دم لكن انت ما عندك. شكرا لك دكتورة مياد، واستفدنا منك كثير اكيد احنا وكل المشاهدين في وصايا مهمة على ارتفاع ضغط الدم، والتغذية العلاجية مهمة جدا وجزء مهم جدا في علاج المريض بتاع ارتفاع ضغط الدم. دي كانت فقرتنا لليلة التغذية العلاجية مع دكتورة مياد كرار، وخليكم معنا في برنامج لسه مستمر بعد الفاصل. مرحبا بكل اللي انضموا لبرنامج العيادة، والليلة هنتكلم لكم عن موضوع مهم جدا، ارتفاع ضغط الدم في الحوامل. يعني ارتفاع ضغط الدم في الناس العادية ما بتكون يعني ما بيكون مشكلة كبيرة زي ما هيكون في الحوامل. الحامل لأنها جواها جنين، والجنين بيعتمد جدا في تغذيته في المشيمة على ضغط الدم بتاع الأم،
فأنا أفتكر ارتفاع ضغط الدم إذا كان في الشخص العادي طبعا مهم، وإذا كان في الأم الحامل مهم، لكن الأم الحامل ما هي براها بتجيها مضاعفات من ارتفاع ضغط الدم، خاف جدا على الجنين الداخل بطنها. عشان كده أنا بقول إنه لكل مرأة حامل، خصوصا الناس اللي بيحملوا للمرة الثانية والثالثة، بكسل ما يمشوا للطبيب، بكسل ما يمشوا يقيسوا ضغط دمهم، بكسل جدا ما يعملوا الفحوصات الروتينية من الهيموغلوبين لارتفاع ضغط الدم للترسيب لفحص البول، دي كلها فحوصات مهمة جدا جدا. أنا بقول لكل مرأة حامل، ما معناتها حملك الأول مرة بسلام ما تمشي للدكتور في الثاني والثالث إلا لحظة الولادة أو إلا عند نهاية الحمل، في مسؤولية كبيرة جدا جدا اللي هو الجنين داخلك، فلازم تمشي للطبيب في بداية حملك، ولازم الطبيب يكون في زيارات متعددة للطبيب. ارتفاع ضغط الدم عند المرأة الحامل من أسبابه حد أسى ما بصورة الواضحة. في ناس بيكون عندهم أنواع من ارتفاع ضغط الدم في المرأة الحامل، يعني ممكن المرأة الحامل يكون عندها أصلا ارتفاع في ضغط الدم وهي حملت، ده فرق من لما إنه يكون هي ما عندها ارتفاع في ضغط الدم خالص وظهر لها أثناء الحمل. وفي واحدين بيظهر لهم أثناء الحمل وبيختفي بعد الحمل، وفي ناس بيحصل لهم أثناء الحمل وبيستمر بعد الحمل ضغط الدم بيكون مرتفع. فعشان كده مهم جدا اذا حسيتي انه في مشكله، او حتى لو ما حسيتي تمشي للطبيب بتاع النساء والولاده يقيس، ولو في ارتفاع في ضغط الدم بعد ده هنجي لخطوات مهمه جدا جدا. الخطوات المهمه دايرين متابعه من الطبيب، الطبيب بتاع النساء والولاده هو اللي هيحدد لك العلاج المناسب. حتى لو انت كان عندك ارتفاع في ضغط الدم قبل الحمل، ما هي نفس الادويه اللي هتستمر عليها، لانه في كثير من الادويه ما بتنفع اثناء ما انت حامل. لازم الخطه يضع عليك الطبيب خطه جديده بادويه جديده تكون امنه جدا مع الحمل. في عوامل بيزيد زياده السمنه لدى المراه الحامل، الزياده الشديده للمرأة الحامل، أكلها للمواد بطريقة كثيرة، دي برضو كلها ممكن تزيد لنا من ضغط الدم اللي بيحصل لها أثناء الحمل. زي ما قلنا نحن بنخاف جدا على الأم وبنخاف جدا على الجنين داخل الأم. الجنين بيعتمد على النشيمة في التغذية اللي بتدخل له. ارتفاع ضغط الدم ممكن يؤدي إلى انفصام في المشيمة، أو يؤدي إلى ولادة مبكرة، أو يؤدي إلى نوع من حاجة اسمها إكلامسيا، اللي هي بنعتبرها حاجة صعبة جدا للأم والجنين، وممكن تؤدي إلى وفاة الجنين، وممكن تؤدي إلى وفاة الأم لو ما استعجلنا ومشينا بها للطبيب. بيتين بيحصل ارتفاع ضغط الدم دائما بيحصل بعد الاسبوع 20 في فترة الحمل، دي حاجة مهمة جدا. يعني في 3 شهور الاولى عادة ما بنكتشف انه مثلا واحدة عندها ارتفاع في ضغط الدم الا بعد الاسبوع 20. فانا بفتكر انه من بداية الحمل قد يكون لا قدر الله هي عندها ارتفاع في ضغط الدم قبل الحمل وهي ما عارفاه يعني. فعشان كده انا بقول الزيارة الاولى للطبيب دي مهمة جدا، بيقيس لك فيها وزنك، وبيقيس لك فيها ضغطك، وبيقيس لك فيها الدم والترسيب، وبيشوف البول ويحدد لك الحاجات اللي انت محتاجها لا قدر الله، والعلاجات الامنة لك ولطفلك في فترة الحمل. في ناس بتهمل الموضوع ده زي ما قلنا لما تحصل لها الإكلامسي أو الكلبش زي ما كثير من الأمهات عارفينه، وبتحصل مضاعفات خطيرة جدا للجنين، وبتحصل مضاعفات خطيرة جدا للأم. تنقيس الوزن قبل الحمل دي من الحاجات المهمة جدا جدا، عدم أكل السكريات بشراسة فظيعة لدى بعض الحوامل، والملح الزايد، في ناس بتعتمد كثير في تغذيتها أثناء الحمل نتيجة للطمام اللي بيكون مصاحب للحمل في الموالح، وأكل الملح وأكل المخللات وأكل الجبن وكده، فدي بتساعد زيادة في احتباس الموية وبتساعد زيادة في ارتفاع ضغط الدم. فأنا دار أوصي كل الحوامل بالمتابعة اللصيقة للدكاترة يا أخوانا، ما شرط إنه الدكتور يكون متخصص، إن شاء الله أمشي لنائب أخصائي، إن شاء الله أمشي للطبيب عموما في مركز صحي يقيس لك ضغطك ويشوف السكر ويتابعك عشان ما تحصل مشاكل للجنين. وأنا بقول إنه الفترة بتاعت الحمل دي ما مسؤولية لك أنت بس، دي مسؤوليتك أنت وسلامة جنينك الداخل بطنك. ما تتناولي أي دواء من الصيدلية لارتفاع ضغط الدم من غير مشاورة الطبيب. زي ما قلنا كثير من الأدوية عندها آثار صعبة جدا ممكن تكون على الجنين. الأدوية المناسبة لفترة الحمل بيعرفها الطبيب بتاع النساء والولادة، الرجاء مراجعة طبيب النساء والولادة. فحص البول كمان مهم، لأنه وجود الزلالي في البول مع ارتفاع ضغط الدم دي وحدات من العلامات الخطرة والمهمة جدا جدا.
فيا ريت انه احنا نكون منتبهين جدا لحكايه فحص البول. دي كانت وصايا مهمه جدا لكل مرأة حامل بزيارتها الاولى للطبيب، ولو اكتشفت انه في ارتفاع في ضغط الدم المتابعات المتكرره مهمه جدا، وان شاء الله ما يجيكم الا كل خير وعافيه، وتضعوا مولود امن وبصحه جيده باذن الله. ده كان موضوعنا عن ارتفاع ضغط الدم والحمل، وان شاء الله نتلاقى في فقرتنا الجايه وتستفيدوا اكثر من المواضيع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مرة ثانية في فقرة الصيدلية. وفي فقرة الصيدلية لنا معانا صديق البرنامج دكتور أحمد حمد، الصيدلاني المعروف في عالم التغذية والطب التجميلي. مرحبا بك دكتور أحمد. مرحبا بك، أهلا وسهلا دكتور إيمان المعزل، وأهلا ببرنامج العيادة، ومشرفيننا ومنوريننا دائما. احنا ليلة ضيوفكم في صيدلية كيرالايف فرع 60، واحنا سعيدين جدا بك دكتور احمد، وكثير من المشاهدات بيسألوا وانت بجد ضيف في برنامجنا يعني عن الطب التجميلي او الصيدلة التجميلية، ودايرين ندخل لعالم التجميل بأمان، يعني احنا عندنا هاجس، ونحن طبعا سودانيين وبشرتنا سمراء دكتور احمد، هاجس التبييض وهاجس التجميل بحاجات غير آمنة، فاحنا دايرين ننقل الناس من الحتات الغير آمنة لتجميل آمن. فدايرين كده روشتة سريعة عن ستيبس مهمة للعناية بالبشرة. طيب، من أول الخطوات ومن الحاجات الأساسية لكل سيدة ولكل فتاة حابة إنها هي تهتم بمظهرها أو تهتم بشكلها الخارجي أو ببشرتها أيا كان نوع البشرة بتاعتها، لابد إنها هي في الأول تتعرف على طبيعة البشرة بتاعتها، وهل البشرة بتاعتها بتعاني من مشاكل ولا ما بتعاني من مشاكل. إذا كانت البشرة بتعاني من مشاكل، المشاكل لابد إنه تمشي للشخص المختص، الشخص المختص اللي هو طبيب الجلدية. لا يعني دي الخطوة نمرة واحد، واللي نحن دائما بننصح بها الناس كل ما يجون الناس في صيدلية عاوزة تزعل من منتج أو تستشير في أي منتج من المنتجات، بنقول لهم أنت قبل ما أنت تتكلم عن المنتج أو تستعمل أي نوع من أنواع المنتجات، لابد ما دام إنه أنت عندك مشكلة بتاعت حبوب، عندك مشكلة بتاعت سواد في البشرة، عندك مشكلة بتاعت كلف، عندك مشكلة بتاعت مسامات، لابد إنك أنت تتجه لطبيب الجلدية. طبيب الجلدية هو الشخص الوحيد المسموح له أو بيقدر يساعدك في إنك أنت تختار المنتجات الأساسية اللي هي ممكن البشرة بتاعتك تستعملها. بعد ذاك بتجي تتوجه للصيدلية، وانت والصيدلي الاثنين مع بعض نحن بندخل في حتة انه نختار مع بعض الستيبس الاساسية اللي انت المفروض تعملها او تستعملها للبشرة. نعم. نوع الستيبس دي هي شنو؟ انه في ثلاثة خطوات اساسية، انه لازم اغسل وشي صباح ومساء بنوع بتاع غسول او بنوع بتاع صابون معين على حسب طبيعة البشرة بتحتك، طبعا كل نوع من انواع البشرات عندها النوع المناسب بالنسبة لها. نعم. حاجة مهمة جدا اللي هي استخدام التونر، ويمكن نحن هنا في السودان موضوع استخدام التونر اول ما يصير للووتر من الحاجات دي ما كل الناس بتفكر انها هل هي ممكن تكون مجدية ولا ما مجدية. في كثير من الناس ما عرف التونر ده ذاته شنو استعمالاته ليش. التونر حاجة مهمة، لانه انا طالما انه انا غسلت وشي معناته انا شلت كل الخلايا الميتة من وشي، فتحت المسام بتاع بشرتي، شلت البكتيريا والاوساخ اللي هي ممكن تكون موجودة على سطح البشرة، ازلت المكياج مثلا بتاعي، طبعا هو المفروض يزال اساسا بمزيل بتاع مكياج، دي الحاجة الاساسية. لكن بعد ما انا غسلت وشي لابد انه انا اخذ تونر عشان يعمل لي البالانس بتاع البشره، يرجع لي البي اتش تحت البشره بتاعتي للتوازن بتاعها، يقفل لي المسام، يرجع لي في محلتها، يحافظ لي على الرطوبه. واذا في جزء من الصابون او جزء من الغسول لسه قاعد في سطح الجلد، عن طريق التونر انا ممكن اكون شنو ازلته، بالتالي ترجع البشره للتوازن الطبيعي بتاعها. نعم. الحاجه الثالثه والحاجه اللا غنى عنها واللي هي انا بنصح بها كل السيدات، انه استعمال المرطب. يا اخوان استعمال المرطب بالصباح واستعمال الكريم المغذي بالليل، واذا كانت البشره دهنيه بستعمل بس مرطب ما بستعمل كريم مغذي في البشره الدهنيه، دي من الحاجات الخطوات الاساسيه لاي نوع من انواع البشرات بغض النظر اذا كانت هي بتعاني من مشكله او ما بتعاني من مشكله. نعم. دي الخطوات الاولى، الخطوات الاساسيه. بيجي بعد ذلك اذا في مشكله معينه انه الناس حابه تعالجها. طيب، كثير من البرودكت، كثير من المنتجات اللي احنا بنسمع بها، كثير من السيرم الناس اللي احنا بنسمع بها كويس. طيب، زول بيقول لي انه مثلا ممكن اخذ الكريم المرطب واخذ السيرم من فوق عليه، بقول له لا، السيرم وظيفته الأساسية إنه بيخلي كل الكريمات اللي أنت مثلا ممكن تاخدها أو كل التريتمنت اللي أنت ممكن تستعملها إنه البشرة تكون استجابتها لها تكون أحسن وتكون لها أعلى. نعم. طيب، لما أجي أستعمل سيرمز مثلا ممكن يكون فيها أسيد مثلا زي الفيتامين سي مثلا اللي هو إسكوربيك أسيد كويس. أي حاجة فيها أسيد ما لم إنه البشرة تكون مهيئة للاستعمال بتاعها، حقيقة أنا ما بنصح إنه الناس تستعملها، لأنه كثير من الناس مهما كانت هي آمنة وممكن تكون سيف على سطح الجلد، لكن هي في نفس الوقت ممكن تكون
تحسس البشره، ودي من الحاجات اللي هي ممكن تكون مزعجه بالنسبه للناس. نعم. عشان كده الناس لابد انه قبل الاستخدام تهيئ البشره بتاعتها بصوره كويسه، توقف استعمال اي نوع من انواع المستحضرات اللي هي بتستعملها لفتره مينيمم بتاعت اسبوعين، وتبتدي في الستبس بتاعت الرعايه بتاعت البشره الطبيعيه اللي هي الغسول، التونر، الكريم المرطب بتاعنا لمده بتاعت اسبوعين عشان التوازن بتاع البشره يرجع طبيعي. حتى بعد ذلك تبتدي اذا هي دار تعمل اي نوع من انواع التريتمنت عن طريق الطبيب طبعا، او حتى براها هي ذاتها. طيب دكتور احمد، اتهام كثير من الناس بيتهم انه الصيادله لحد ما بيجوا يعملوا خلطات كثير فيها كورتيزون، رايك شنو في الاتهام ده وهل صح؟ رايك في استعمال الكورتيزون في التبييض وتنعيم البشره؟ طيب انا اول حاجه قبل ما يعني انا ما حكون يعني ما حاجمع طبعا، لكن حقيقه هي حاجه انا شخصيا شايفه وشايفه الريزلت بتاعتها، والريزلت بكل بساطه اللي هي بتبتدي لنا بعد ذاك في حاجه اللي هي بتصير لنا فجاه زول بيكون ماشي اخذ خلطه حتى لو هي من صيدليه ممكن تكون بس لتفتيح ولا ما اكثر كويس، لكن فجاه تتحول لنا هي تعمل حبوب وتعمل حاجه بيقولوا عليها اللي هي بيقولوها عندكم. نعم. اللي هي الاستيرويد الاكني. نعم. واللي هي العلاج بتاعها قاعد يكون صعب جدا جدا، صعب. يعني بياخذ فتره جداً. طويله، والواحد نفسيا بيكون اساسا مستاء. نعم. طيل فتره العلاج من انه هو مشى عشان يعمل حاجه معينه وحاجه بسيطه. نعم. يتفاجئ بانه بعد ذاك الحاجه اتفاقمت. طيب. نعم. انا عشان انا قبل ما نحن ما حنقدر ندخل زي ما نقولوا في ذمه الناس ولا في تفاصيلهم. أيوة. دائما يا اخواننا يعني اخذوا الحذر، اخذوا دائما منتجات، اخذوا دائما برودكت تكون باساميها زي ما ياهي. طيب. نعم. ال- 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 يعني الخلطه اللي بتتباع جاهزه كويس ولكل الناس، لكل الناس. نعم. حقيقه انا ضدها وما بنصح بها. كل زول عنده حاجات وعنده تفاصيل، وحتى الاسترويد ذاتها استعمالاتها ما لم تكون بتكون عندها بطريقه معينه، استعمالاتها بتكون لتريتمنت لعلاجات حاجات معينه، ودي من الحاجات المهمه جدا اللي هي الناس لابد انها هي تنتبه لها وتهتم بها. وباستعمالها ذاتها ووقوفها ذاته تكون بالتدريج، يعني ذاته يعني ما ينفع توقفها فجاه بدون اي مقدمات ولا حاجه زي دي، وعندها احتياطيات معينه المفروض انه الواحد انه هو يستعملها، حتى كريمات التكشير. نعم. ايا كان نوع المقشر اللي انت مثلا بتستعمله او الماده اللي انت مستخدمها في 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 التكشير بتاع البشره. أيوة. اذا ما بتستخدم معاها واقي بتاع شمس، واذا ما بتستخدم معاها مرطب بيكون مكثف ويكون قوي، وبتكون في فتره انت بعيد فيها من الشمس تماما قدر الامكان، اكد تماما انه ما حتديك الريزلت اللي انت دايره، وحتعمل لك التهاب في البشره، والالتهاب ممكن يقلب لسواد ويقلب لمشاكل ثانيه الناس ثاني في غنى عنها، تبقى كلف وغيره. طيب نصيحه اخيره لكل اللي بيسمعوك دكتور احمد، وانت معروف في عالم طيب التجميل. انا بنصحكم اول حاجه بالتغذيه المناسبه، والتغذيه اهم حاجه. كل ما الواحد جسمه من جوا بقى نظيف، ما في فري راديكال من جوا او ما في جزيئات حره من جوا، طيب يعني الحاجه دي بتتعكس على البشره بصوره واضحه جدا جدا. طيب انا الجزيئات الحره دي عشان الناس اللي ممكن تكون ما عارفين، ممكن انا ازيحها كيف؟ بزيحها بطرق بسيطه جدا جدا. اشرب مويه في اليوم مينيمم من 2 ل 3 لتر، ده على أسوأ الفروض. بحاول انه انا اخذ كميه بتاعت فيتامين سي تكون كثيره من مصادر طبيعيه، وانا نعم. بكرر من مصادر طبيعيه، اشرب عصير جونجوليز، اشرب جوافه، اشرب ليمون، اشرب برتقال. نعم. كل الحاجات دي بتدي نضاره للبشره بصوره جيده جدا. أيوة. اشوف انا تبعياته فئه عمريه وانا استخدم لها يا نوع من المنتجات، يعني العشرينات بتختلف عن الثلاثينات، بتختلف عن الاربعينات. نعم. عشان كل فتره عمريه عندها البرودكت المناسبه اللي هي المفروض انه الواحد يستخدمها على حسب الفتره العمريه. العمرية. أركز على ترطيب البشرة، دي من الحاجات الأساسية. إذا حصلت لي مشكلة من استعمال أي نوع من الخلطات أو أي نوع من الكريم، أول حاجة مبدئيا قبل ما أمشي الدكتور بوقف استعمال الحاجة دي، وببتدي بأنه أنا أغسل وأشيب موية باردة كويس، وابعد تماما عن الصابون عشان بزاف الصابون ممكن يكون حار وممكن يهيج البشره زياده. نعم. او يخلي البشره ممكن تكون تلتهب او تتشد مثلا زياده، واحاول ارطب بشرتي عشان حتى بعد ذاك اقدر احدد لما امشي للدكتور، الدكتور ذاته يشوف الجلد على طبيعته، وتكون نعم. بعد ذاك الحاجه تكون سهله انها هي تتعالج بالنسبه لك بسرعه، وسهله على الدكتور انه هو ذاته يلقى لك الحل بصوره سريعه. اكيد ده كلام مهم جدا، ودي وصيه لكل اللي بيسمعوني، يا ريت ما نستخدم خلطات عشوائيه زي ما قال دكتور احمد، السايد افكت او الاثار يعني ممكن تكون وخيمة جدا وعلاجها ياخد زمن طويل. حاجة أخيرة يا دكتور إيمان. نعم. فترة الحمل والرضاعة بالذات فترة الحمل مقدسة دي ممنوع فيها استعمال أي نوع من أنواع الكريمات، لأنه حقيقة ما في نتائج بتظهر، مش عشان الكريم ممكن يكون مضر بصحة الجنين ولا حاجة زي دي، لا، جسمك في خلال الفترة دي حقيقة ممكن يكون ما يتقبل أي حاجة، ولأنه نسبة الارتفاع الهرمونات. نعم. فممكن تسبب لك سايد افكت، حتى لو كانت حاجة عادية، حاجة ممكن تكون مغذية ومرطبة البشرة، ممكن الجسم يتحسس منها، فبالتالي تعمل لك مشكلة، علاجها يصعب بعد ذلك. نعم. استفدنا منك كثير نحن والمشاهدين اكيد دكتور احمد، واكيد هنلقاك ان شاء الله في الفقرات الجايه، وتنورنا كثير وتعرفنا كثير في عالم التجميل والتغذيه باذن الله. خليكم معنا بعد الفاصل.
مرحبا بكم في فقرتنا الليلة، وفقرة مهمة جدا عن قياس ضغط الدم. كثير من الناس بيفتكروا انه قياس ضغط الدم من مرة واحدة بنقدر نشخص به ونقول انه اذا كان المريض عنده انخفاض او ارتفاع في ضغط الدم او ضغطه عادي. زي ما هنبين لكم من الصور اللي هتنزل لنا، في اجهزة عديدة جدا عن قياس ضغط الدم. عندنا جهاز الزئبق زي ما شايفين معانا على الشاشة، الجهاز بتاع الزئبق العادي ده من احسن الاجهزه وبنعتمد عليه ونحن الاطباء في تشخيص ارتفاع ضغط الدم. وفي اجهزه ثانيه لارتفاع لقياس ضغط الدم وبنقول عليها الديجيتال، ودي برضو في منها النوع الكويس جدا وفي منها النوع صناعته ما كويسه وممكن يحصل فيه نسبه بتاعه خطا بسيطه. عشان كده انا بقول انه التشخيص المبدئي البدايه احسن يكون عند طبيب او عند مركز صحي، يعني احسن مما يكون في البيت. بعد ما يتشخص الزول اذا كان عنده ارتفاع ضغط الدم او لا، بعد ده ممكن يجي للبيت وفي البيت بالديجيتال بجهاز الديجيتال ده يحصل له فولو اب او كل مره يقيس عشان يشوف انه في ارتفاع او انخفاض في ضغط الدم. اذا احنا دارين نقيس بالجهاز اللي احنا قلنا كويس اللي هو الجهاز بتاع الزئبق، ما اي زول احنا بنقيس له ونقول خلاص عنده ارتفاع او انخفاض في ضغط الدم. في وصايا مهمه جدا، من الخطا جدا انك تكون تعبان جدا او تكون ماشي مشوار طويل او تكون شربت زي قهوه او واحده من المنبهات وتجي مباشره عشان تقيس ضغطك. انا بفتكر انه الزول يرتاح، يكون مرتاح على الاقل من 5 إلى 10 دقائق قبل ما يقيسوا له ضغط الدم. ثاني حاجه انت تقعد زي ما هنجيب احنا صوره انه فيها زول قاعد، دي مهمه جدا انت تكون قاعد ومرتاح وبيقيسوا لك في ضغط الدم. ما تكون بتتكلم ولا بتكون بتعمل في حاجه مجهود وانت بتقيس في ضغط الدم. الزول اللي بيقيس لك ضغط دمك بيكون عارف المحل الصح اللي هو بيركب فيه الكف بتاعت الجهاز عشان يقيس لك ضغط الدم، لانه في ناس بتخلي الجهاز الكف حقه الجهاز سحيد او كده، احنا لازم نقيسه في اعلى ساعد. دي حاجه مهمه جدا في حتات محددة وبمستوى محدد، انت تكون قاعد ويدك ذاتها تكون قريبة من مستوى القلب عشان تقيس بها ضغط الدم. القياس الاول وبعد ما انت تكون مرتاح زي ما قلنا وتكون بعدت من المنبهات والحاجات دي كلها عشان نقيس لك ضغط دمك. قيسنا القياس الاول، حسينا انه الجهاز مرتفع او منخفض، برضو ما هنقول والله تشخيصنا انه الزول ده عنده ارتفاع في ضغط الدم، هندي مرة تانية ومرة تالتة. في اختلافات كثيرة، في ناس بيقولوا احنا نقيس صباح ومساء لمدة اسبوع ونشيل المتوسط حتى نقول الزول ده والله عنده ارتفاع او انخفاض او ضغط دمه كويس. دي مهمة جدا، ما من قراية واحدة. فزي ما قلت لكم ابعدوا عن الاخطاء الشائعه في انك تقيس من مره واحده وتشخص من مره واحده، انك تكون تعبان وتقيس ضغط الدم، تكون بتتكلم وتقيس ضغط الدم، تكون بتبذل في مجهود وبتقيس في ضغط الدم، او بتكون شربت منبهات كثيره وجاي تقيس في ضغط الدم. عموما الزول العادي لو قال له عنا قيس ضغط دمك هيكون يدخل في استرس. عشان كده لازم تاخدوا راحتكم وتقعدوا قاعده كويسه وتبعدوا عن المنبهات وتقيسوا ضغط الدم. لو حسيتوا انه في مشكله لازم تمشوا للطبيب، الطبيب هو اللي هيعيد الفحص تاني، لانه في ناس كثيره بصراحه يا اخواننا بتقيس بطريقه خطا تماما. الدكاتره بيقولوا انه احنا محتاجين لقياس من 120 على 80 للشباب دائما. طبعا في ناس لما يزيد عمرهم بيزيد ضغط دمهم لانه الشرايين بتتاثر بالعمر، فمن 120 ل 80 ده اللي احنا دايرينه، الانقباض على الانبساط، الضغط الانقباض على الضغط الانبساطي ده اللي احنا دايرينه، وده الزول هيكون في امان. احدي 140 على 90 ممكن الزول نقول عنده ارتفاع في ضغط الدم لو قلل الملح بالرياضه انه ينزل للمستوى العادي، لكن اول ما يكون اكثر من 140 على 90 وما فوق بعدها انا بنصح الناس انها تمشي للطبيب وما تتاخر ابدا عن قياس ضغط الدم. في كمان لما انت تختار الاجهزه، الكف اللي انت بتختار بها الجهاز بنختارها وتكون نفس الحجم بتاع جسمك. يعني في ناس بنجي نلقى المقياس بتاع الدم ضغط الدم الكف حقته اللي بتتركب ضيقه جدا وزول بيكون صحته مليانه، او يكون العكس يكون الكف كبير جدا ويكون الزول نحيل جدا، دي برضو ممكن تدينا تشخيصات غلط. نتاكد انه السماعه كويسه جدا لان احنا بنقيس بها. في ناس كثيره جدا لما تمشي تقيس بتكون لابسه ملابس ثقيله جدا ويعني وترفض انه يكشفوا عليها من غير ما تزيح الملابس منها، دي مشكله. يعني مثلا ممكن تكون لابس كم قطعه وتصير على الدكتور انه يوزن لك بالطريقه دي.
فانا افتكر انه جهاز ضغط الدم في ناس بتستهون به وبتفتكره حاجه عاديه جدا، لا ابدا. والجهاز انا داري انبه كمان، الجهاز بتاع الزئبق لو كان موجود في اي بيت الرجاء انه يحتفظ به زول واحد ويكون بعيد عن متناول الاطفال، لانه الماده حقت الزئبق ماده سميتها عاليه جدا، وفي كثير من الناس بتتدفق منهم بتتدفق من الاجهزه ماده الزئبق، وممكن تؤدي الى سميه عاليه للاطفال او الناس اللي حواليكم. دي كانت معلوماتنا الليله عن كيفيه قياس ضغط الدم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من نصايحنا. يلا لفقرة جديدة نتعلم منها الكثير. مرحبا بكل اللي انضموا لمتابعة برنامج العيادة وفقرة مهمة جدا عن ارتفاع ضغط الدم وتأثيره على جسم الإنسان والمضاعفات، وكيف يتم تشخيص مريض ارتفاع ضغط الدم وبتنقل نقول عليه انه عنده ضغط دم مرتفع. دي أسئلة مهمة جدا، وضغط الدم والكورونا وأدوية ارتفاع ضغط الدم والكورونا أسئلة كثيرة جدا جاتنا منكم، وإن شاء الله أنا بكون سعيدة جدا انه دكتور أنس البدوي يكون ضيفنا لليلة ويجاوبنا على الأسئلة دي. وأول في الفيديو نقول لك الحمد لله على السلامة من الكورونا. ويعني انتوا يعني زي ما بنقول فعلا يعني الجيش الابيض بتحموا الناس وتعرضتوا لمخاطر كبيره زي دي، نقول لك الحمد لله على السلامه. وان شاء الله ما يكون عندك ضغط دم ولا حاجه دكتور. لا الحمد لله الحمد لله. طيب فقرتنا الليله عن ضغط الدم، ودارين نعرف التشخيص كيف. الناس بتخاف جدا من التشخيص وانه زول يكون عنده ضغط دم. شكرا دكتور ايمان على الاستضافه وكتر خيرك، ونتمنى يعني الشعب السوداني كله ان شاء الله ربنا يرفع الجائحه دي ويزيل البلاء والوباء. ضغط الدم طبعا من الامراض الشائعه جدا، اللي هي نحن تقريبا في السودان تلت الناس اللي عمرهم اكثر من 18 سنه مصابين بضغط دم. تشخيصه ما صعب، لكن يعني نحن دائما بنقول انه التشخيص ما بيجي في لحظة واحدة، يعني انت ما بتقدر تشخص ضغط الدم بقراية واحدة، لانه الزول ممكن يكون منفعل في هذه اللحظة، ممكن يكون ماكل ملح كثير، ممكن يكون كده. فلازم نعمل قرايات متكررة، اللي نحن عادة بنقول للناس اذا بيقدروا يقيسوا في البيت يقيسوا لنا مدة اسبوعين، بنقيس صباح ومساء. نعم. نعمل زي 14 قراية. ايوه. او اذا الزول بيضطر يجي المستشفى بنجيبه لأربعة او خمسة مرات خلال نفس الفترة دي، وكل القرايات المتوسطة يكون مرتفع، حتى بعد ذلك نقدر نقول الشخص دي مصاب. نعم. بضغط الدم. يعني بتعمل متوسط للقرايات حقتكم. اي نعم. طيب يا دكتور، المرضى بتاعنا ارتفاع ضغط الدم مع جائحة كورونا بيجي يخافوا جدا من انهم يصابوا بالكورونا، دارين نعرف انه مدى خطورة الزول اللي عنده ارتفاع ضغط الدم لما يصاب بالكورونا ممكن يحصل شنو؟ هل هم زي ناس السكري او مصنفين وزي الناس اللي عندهم انخفاض في المناعة برضو؟ دي نقطة مهمة جدا. هي عموما الامراض المزمنة بما فيها ضغط الدم اكثر عرضة للكورونا، لكن ما زي ناس السكري، لانه ناس ضغط الدم عموما مناعتهم بتكون احسن، ناس. نعم. السكر هم اللي بيأثر على المناعة اكثر. ايوه. فمريض ضغط الدم يعني اقل عرضة، وحتى المرض فيه بيكون يعني اقل شراسه، يعني يمكن يكون قريب للزول العادي او كده. لكن الحمايه بالنسبه لهم مفترض، خاصه انه يعني ضغط الدم خاصه اذا بقى متقدم يعني مؤثر على اجزاء ثانيه زي القلب زي الكلى زي كده،
ديل بالذات مفروض يعملوا حسابهم. نعم، في العيادة بيجيكم كثير من الناس اللي بيكون عندهم كورونا ومشاكل في القلب ومشاكل في ارتفاع ضغط الدم، يعني بيكونوا كلهم مع بعض كده. وأنا أفتكر إنه الأيامات الأخيرة دي للأسف إنه بنلقى السودانيين كثير من عندهم ارتفاع ضغط الدم والسكري، مشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم، بتكون يعني كم مرض مزمن مع بعض. فكنتوا بتتصرفوا معهم كيف في العيادة وأنتوا ما زلتم أنتوا الجيش الأبيض وما زلتم تواجهوا كثير من الناس اللي عندهم كورونا في عياداتكم؟ هي طبعا للأسف في فترة يعني العيادات توقفت، وانا افتكر ده كان خطا من الوزاره انه يتوقف العيادات، لانه يعني العالم كله وقف العيادات طبعا لانه عندهم حتات ثانيه بيمشوا لها. لكن احنا في السودان التعامل المريض، يمكن 80% من المرضى ما بيحبوا يمشوا الطوارئ، ما بيحبوا يمشوا العيادات المحوله بتاعت المستشفيات الكبيره، يمكن فجزء كبير بتتحمل العيادات الخاصه كان او العيادات في العيادات المحوله. فعشان كده كانت الهجمة يعني في البداية الناس توقفت عن العيادات، فأثرت النتيجة كان إنه في ناس كثيرة ماتت حتى بدون كورونا. يا سلام. لكن برضو يعني هسه العيادات نحن معرضين حقيقة، يعني الأطباء معرضين، الطواقم الشغالة في العيادات معرضين، لأنه جزء كبير من أعراض الكورونا بتشبه أعراض ضغط الدم من الصداع مثلا. في ناس بيجي يقول لك أنا عندي صداع ضغط عالي بيطلع كورونا مثلا. نعم. أو جاي بيضيق تنفس بيفتكر إنه من مشاكل الضغط أو مشاكل القلب. فمرضى القلب عموما مرضى معرضين أكثر من غيرهم إنه يصابوا بالكورونا، والمشكلة تشابه الأعراض، يعني الأعراض متشابهة جدا بين الكورونا وأمراض القلب وأمراض ضغط الدم. عشان كده نحن يعني بيجونا ناس كثيرين حقيقه بيفتكروا انه مريض قلب لكن بيطلع كورونا. وصيه مهمه لكل الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم وجاتهم كورونا وهم في بيوتهم، او جاتهم كورونا وهم عندهم مشاكل في القلب، المفروض يعملوا شنو؟ يتحركوا يمشوا لمراكز العزل. هل انتم بتمشوا لين في مراكز العزل؟ بيتم كونتاكت بيناتكم؟ كيف بتتعاملوا مع الحكايه دي؟ طيب بالنسبه لمرضى يعني هي الكورونا تاثير على القلب، يا اما زول عنده مشكله في القلب وجاته الكورونا وده بيكون وضعه شويه صعب، او هي ذاتها بتعمل مشاكل في القلب. يعني هي حضورها بتاثر احيانا على عضله القلب، بتعمل جلطات في الرئه وجلطات في الشرايين اللي ممكن تعمل حتى زبحات. فديل يعني مجموعتين مختلفات. مجموعه مرضى القلب ممكن ديل عنايتهم مختلفه، اللي هو ده احنا من البدايه بنكون داخلين فيها يعني. نعم. المجموعه الثانيه اللي هو اثرت الكورونا على على القلب، احنا بنخش في مرحله متاخره شويه، وديل في الغالب بيكونوا حالتهم شويه اصعب، وديل اللي هم بيكونوا راكدين يا اما في مراكز العزله وكده. لكن جزء كبير من مرضانا بتاعنا القلب اللي اثر بالكورونا يعني بنتواصل معهم في البيت وبيتعالجوا في البيت الحمد لله. نعم. طريقه التواصل في البيت دي جديده علينا، يعني مثلا انا شفت كثير في الواتساب يا دكتور انس انت وزملائك، يعني جات نمر لتليفوناتكم وانتم تتواصلوا معهم في البيوت، بيتم التواصل كيف؟ بتسالهم اسئله محدده بعدك المفروض يجوكم لو في حاجات محدده، بيتم الكونتاكت كيف؟ الحكايه دي هل ما بتكون بصراحه مزعجه ليكم شويه يعني انتم في بيوتكم مع اسركم؟ يعني هو الحقيقه يمكن العالم كله بعد الكورونا ما حيكون زي العالم قبل الكورونا. يعني احنا حتى دي اضطرينا للمساله بتاعت التيلي ميديسين او الطب العيادات الاثيريه وكده. نعم. والحقيقه انا تجربتي معاها لانه بديت بدري شويه من شهر 2 يمكن. تجربتي معاها كانت ثره جدا، يعني حلت مشاكل ناس كثيره جدا. يعني انا ما كنت متواصل معهم برغم التليفون الشخصي، متواصل معهم بالواتساب. ايوه. واحيانا بنخش فيديو بخش فيديو مع المريض، عندي ورم في رجولي مثلا بصور لك الرجول او يوريك ليها او يوريك وشيه. نعم. يعني بتخش في تفاعل بفيديو. نعم. ففعاله جدا، وافتكر انها مفروض تكون حاجه الناس يعني تطورها وتمشي فيها قدام حتى بعد نهايه الكورونا ان شاء الله. انا افتكر معلش يا دكتور اني قطعتك، لكن مهمه جدا للناس حتى البعيدين في الغرف لما تتابعوهم ولو كده ممكن يرسل لكم فيديوهات كده. ايوه. نعم. دي حقيقه، ونحن في الفتره اللي فاتت دي يمكن في مبادرات كثيره جدا من ضمنها مبادره جمعيه القلب. فالناس متواصله، يعني انت بتتكلم مع زول في كريمه، في الفاشر، في نياله، في كسله، ويعني احيان كثيره بتشوف الحاجات واضحه جدا. صح. يعني يمكن شبكه الانترنت شويه تخزن الناس احيانا كثيره، لكن انا افتكر كانت طريقه فعاله انقذت ناس كثيرين جدا في فتره توقف العيادات. وحتى بالنسبه لتشخيص الكورونا وكده، يعني في ناس كثيرين احنا يعني انا ما زول بتاع جهاز تنفسي، لكن الناس لانه انا جاتني كورونا وطبيب وكده، فلقيت نفسي بعالج في ناس كثيرين بتاعين كورونا. نعم. فبنتعامل معاهم بالفيديو، بتشوف سرعه التنفس بتاعته، بتشوف وعيه، بتشوف حاجات كثيره.
فأنا أفتكر طريقة فعالة جدا فيها إزعاج شوية لا أيوة لكن يعني إذا الناس نظمتها بالزمن والناس التزمت بالزمن هتكون فعاليتها كبيرة جدا. نعم طيب دكتور في سؤال مهم جدا يعني عن تجربتك الخاصة بالكورونا، هل في دراسات جديدة بتقول إنه هل الزول الأصيب بالكورونا؟ أكيد ده سؤال براودة كثير وإنت يومي بتمشي لناس الكورونا ومرضى القلب بالكورونا ارتفاع ضغط الدم بالكورونا، هل ممكن تجي إصابات تانية للكورونا ليكم ولا لا ولا ما في دراسة؟ لا لا في دراسات طبعا وهو سؤال مزعج للعالم كله يعني أيوة. إذا الناس وصلت للحتة دي إنه الزول اللي جاته كورونا ما بتجيه تاني بتحل مشكلة كبيرة جدا صح. لكن الحاجة اللي بقدر أقولها إنه حتى يعني ديفينت للكورونا او حتما الكورونا لما تجي للزول بتديه مناعه ايوه نعم قدر كيف لمتين لسه الدراسات ماشيه لكن نعم. يعني نحن الان حتى اذا في حالات تم تسجيلها بتاعت يعني اصابه مره ثانيه ما كثيره وفي ناس معينين يمكن الناس اللي مناعتهم ضعيفه والمرض عموما اخف فدي بتوري انه يعني الكلام عن المناعه ومناعه القطيع والحاجات دي ايوه صح ف يعني الناس في الكادر الطبي زيه زي زول الجيش ماشي الحرب ده عارف انه ممكن يموت فنحن الكادر الطبي ياخذ مناعته ياخذ حمايته ياخذ حاجاته لكن معرض اكثر من غيره ما في ربنا سبحانه وتعالى. طيب يا دكتور هل الروشته اختلفت لمرضى ارتفاع ضغط الدم من زمان بعد الكورونا؟ انت بتقول كل حاجه اختلفت، حتى روشتاتكم اختلفت في مرضى القلب ارتفاع ضغط الدم الحاجات دي؟ سحبتوا حاجات بقيتوا تكتبوا حاجات خفتوا من اثار جانبيه لادويه محدده وكذا؟ طيب هي سؤالك ده مهم جدا دكتور ايمان لانه يعني مع بدايه الجائحه بتاعت الكورونا دي الناس اتكلمت عن ادويه حق الضغط معينه الزول اللي بياخدها بيكون الكورونا عنده اقسى واصعب وممكن تقتل اللي هي المجموعه بتاعت نحن بنسميها محبطات لانزيمات معينه الاي سي انهيبيترز والاي ار بيز لكن لانه العلم بتاع الكورونا بالذات متحرك شديد جدا وبسرعه شديده وللاسف في معلومات كثيره مغلوطه طلعت عن الكورونا ولانه الناس في حوجه للمعلومات دي فتسربت للمجلات وطلعت للمجلات منها الحاجه دي فالمعلومه بتاعت انه ادويه الضغط فيها جزء بيأثر على مريض الكورونا دي معلومه خاطئه واثبتت الحمد لله الدراسات انه ما فيها مشكله يعني الزول بياخذ علاجه حق الضغط عادي ما في اي مجموعه من ادويه الضغط عندها اثار جانبيه على مريض الكورونا. نعم الاستريس والمرحله اللي بيمروا بها الناس الايام دي اكيد زادت المشاكل بتاعت القلب زياده، السكتات القلبيه، ارتفاع ضغط الدم، يعني انت بدك تطمن الناس في الحكايه دي يعني غصبا عن الاستريس، احنا ما بنعرف العالم كله ذات المشكله ونفس المشكله والناس قاعده في البيوت وفي ناس بقى شغلها ما في، فالجو بتاع الاستريس ده وتاثيره على مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم. طبعا احنا بالنسبه لنا لمرضى الضغط بنعتمد جزء كبير على النمط بتاع الحياة حق المريض انه يغيره عشان نقدر نعمل نظبط الضغط اللي هو حاجتين انا كنت بتكلم عنهم دايما اللي هي الطعام الملح والرياضة. الناس حقيقة مع الكورونا ما في رياضة ما في حركة رحمة تقيل قدام التلفزيون وفي زيادة طبعا كبيرة جدا في الوزن ايوه صح فدي كلها مرضى ضغط الدم ووجود الناس مع بعض خلقت احتكاكات كثيرة وستريس كثير في البيوت فدي أثرت حقيقة على ضغط الدم كثير يعني في ناس كثيرة ضغط الدم بتاعها بيجي ما مصبوط الناس زهجت في ناس خلت الأدوية نعم. والمصيبة الأكبر طبعا احنا عندنا في السودان انعدام الأدوية أيوة يمكن انعدام الأدوية مع الوضع الحاصل دي في الأدوية معدومة خاصة أدوية الضغط فيها مشاكل كثيرة جدا نعم فنزل الله يعني اللطف إن شاء الله إن شاء الله مرحلة بتعدي بإذن الله يا دكتور. طيب كثير من الناس بيفتكروا إنه ارتفاع ضغط الدم ده علاجه بس بالأدوية، الجانب بتاع التغذية العلاجية هل أنتوا بترسلوا العيانين عندكم أخصائي بتاع تغذية علاجية بتودوا له العيان عشان يتابع معه في الحتة دي؟ في ناس حتى موضوع الملح ده في ناس بيقول لك لا والله ما قدر كده ما بيرفع شديد في بيرفع شديد فرأيكم شنو في الحتة دي؟ ضغط الدم لانه ما مرض يعني ما مرض واحد هو مرض بيأثر على كل شيء في الجسم ابتداء من المخ والعيون القلب الكلى اي حاجه بيأثر عليها فعلاج ضغط الدم عموما محتاج لتيم زيه زي السكري برضه محتاج لتيم اللي هو التيم ده لازم يكون فيه اخصائي تغذيه ودي نحن خاصه في المرضى اللي بيرقدوا عندنا في المستشفى مثلا وبيكون الضغط بتاعهم عالي بيقابلوا اخصائي تغذيه ناس بنشوفهم كثير في العيادات بنحولهم للمراكز بتاعت التغذية والمراكز بتاعت الرياضة يعني خاصة الناس الوزن عالي وكده نعم. الرسالة اللي أنا دائما حريص أنه أقولها واللي هي سبب رئيسي جدا لمقاومة ضغط الدم للعلاج في السودان هو الملح
فالناس ما تستهين بدور الملح ودور الرياضه في 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 علاج ضغط الدم. يمكن نعم. في ناس كثيرين جدا ما يحتاجوا خالص انه ياخذوا علاج اذا التزموا بالتغيير بتاع نمط الحياه اللي هو انه يقللوا الملح خالص كويس اللي هو من 3 ل 5 جرام في اليوم، وده حاجه بسيطه جدا طبعا. نعم. ودي في السودان هنا بتاكلها في العيش بس. نعم. كويس. ودي بيشمل الحاجات المالحه الثانيه، جبنه، فسيخ، ملوحه. ايوه صح، كل الحاجات دي كلها جميله. الملح دوره دور ما هي الحاجه ما بتغور طبعا، لكن دوره رئيسي جدا في المساله بتاع ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم. فالناس بامانه جزء كبير خاصه الناس اللي سنهم صغيره يعني اقل من 40 سنه، اذا ركزوا في المساله بتاعت الرياضه والعلاج وتنقيص الملح في ناس كثير ما بيحتاجوا. دكتور انس، كثير من الناس وهم شباب وفي اعمار صغيره بيقدر تظهر لهم ارتفاع في ضغط الدم ويكون شديد، يعني ليه في الوقت الحالي يعني ليه السنوات الاخيره بيقدر ارتفاع ضغط الدم بيظهر الناس صغار؟ زي ما احنا فوق الستين فوق الخمسين ده بنسمعه يعني، لكن ناس كثير جدا بالذبحات وبارتفاع ضغط الدم بقت اعمارهم صغيره يعني. دي حقيقه، حقيقه لانه يعني نمط الحياه تغير وللاسف عندنا نحن هنا ما تغير للاحسن، تغير للأسوأ. يعني الجنك فود او الاكل البرا فيه ملح كثير جدا، هو ذاته فيه شنو في ناس كثيره ما عارفه. نعم. المساله بتاعت الرياضه الاهتمام بها ما كثير، انتشار التدخين بصوره مزعجه حتى في المدارس، المدارس الاساس، في وسط الاطفال، في دراسات كثيره كانت مزعجه جدا حتى في نص مدارس البنات. نعم يعني برضه يقولون التدخين. نعم. التدخين منتشر جدا. زياده الوزن، يعني يمكن تكون شايفه انه زياده الوزن او السمنه في السودان عباره عن وباء الان. نعم. يعني الشباب الصغار دي المساله دي فيهم مزعجه جدا. فكل الحاجات بتاعت السيئه دي في تغيير نمط الحياه بتاعتنا ادت لارتفاع الاصابه بامراض ضغط الدم، بالسكر، بامراض القلب. نعم. فما عندنا حل غير انه نرجع لـ لـ لنمط حياه يمكن كان افضل كثير زمان، فيه حركه كثيره، ما اي مشوار محتاج ركشة عربية، ما في زول قاعد يمشي. نعم. فالرياضة مهمة جدا. مهمة جدا. والأكل. نعم. طيب كثير من الناس السوداني احنا شوية عندنا العناد وبنفتكر والله في حاجات بتتعالج ما إلا بالحبوب، وبيفتكروا إنه والله لو دخلت الحبوب في علاجها يتعود عليه هتكون مشكلة. يعني أنا بلاقي ناس كثيرة بتقول لك والله أنا بقوم الصباح باخذ فص الثوم ده وده كافي للعلاج. بتواجه ناس زي ديل وكثير من الأمهات الكبار بيرفضوا العلاج. يعني مسألة إنه الشخص بيفتكر إنه لو بدأ علاج بتعود عليه تاني ما بكيف، ما هو الضغط في الغالب ما بيروح تاني الا في ناس معينين. نعم. يعني الضغط الثانوي اللي هو عنده سبب معين او زي ما قلت لك يعني مع الوزن وكذا ما نزل ده ضغطي ما حيروح. نعم. فما في طريقه تقول انا حيتعود على العلاج، هو ما مخدرات هو علاج. نعم. يعني اذا الطبيب حس في اي لحظه انه انت ما محتاج للدواء بيوقفه عادي جدا وما بيكون في اي مشاكل. ايوه. العلاج بالاعشاب نحن ما عندنا فيه مشكله عموما، لكن بنحتاج للحاجه دي انها تكون مدروسه. يعني ما يعني هسه نحن شفنا في الكورونا حاجات عجيبه طبعا. صح فعلا. فاي زول يطلع لك يوم بالبرسيم ويوم بالنيم ويوم بكده. أيوة فعلا. نعم. والناس الناس الناس ايجر او متلهفه جدا انه تاخذ الحاجات دي، ما بياخذوا الادويه مع العلم. نعم. انه جزء كبير من الادويه دي جايه من الاعشاب. نعم. فانا بحذر جدا من الحاجه دي. يعني الناس ما يعني التوم مثلا انه ينزل الضغط قد يكون في دراسات انا ما عارف. نعم. لكن الناس بتصير عليه جدا. ال 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 الجونجوليز بيقول لك الجونجوليز بينزل الضغط، ما انا ما لقيتني دراسه الحقيقه في الموضوع ده. كويس. فتجارب الناس ممكن تستفيد منها لكن ما تهمل الدواء، ما بديل للدواء. طيب حكايه الدواء واحد يعني في الاغلب ما بيعمل كنترول على ارتفاع ضغط الدم، في ناس بتزهق من حكايه دواء الصباح دواء المساء والحكايه اليوميه دي، وحصلت الحمد لله تقنيات جديده ودمجوا اكثر من علاج في حبه واحده ودي مرضيه حقيقه لارتفاع ضغط الدم، فليه اكثر من دوايين لسيدي ارتفاع ضغط الدم؟ طيب يعني اكثر من 90% من مرضى الضغط بيحتاجوا لاكثر من دواء واحد. ده لاسباب، يمكن لانه ومن ضمنها انه نحن ذاته بقينا طماعين شويه. يعني زمان بتقول لك ضغطه 150 ما عمره 50 سنه كفايه. لا. نعم. احنا الان طماعين انه ننزل الضغط تحت خالص. يعني في ناس معينين مثلا ناس السكري، ناس القلب، ناس الكلى بيكون دايرين الضغط الفوق اقل من 130 الانقباضي، والانبساطي بنكون دايرينه اقل من 70. نعم. فتغير الهدف ذاته للعلاج خلى الحوجه اكثر للادويه. دي واحد. الشيء الثاني زي ما قلت لك ان احنا يعني عموما في حاجات كثيره بتؤدي لمقاومه الضغط.
عشان كده الحوجة بقت أكبر لأدوية كثيرة. نعم. فعلا مشكلة كبيرة إنه المريض بيزهج من إنه يتناول دوائين أو ثلاثة، لكن الآن حتى ثلاثة أدوية بقت في حبة واحدة. فدي سهلت كثير جدا. لكن رغم عن كده نحن برضو بنعاني إنه الناس بيخطوا الدواء وبيكون ما داري يبلعوا بأمانة. ويفتكر إنه إذا وقفوا الأمور هتمشي وكده، وللأسف ده دائما بيجيك بمشكلة في الشرايين أو ضعف في عضلة القلب أو فشل في الكلى أو كده. نعم. فالعلاج مهم جدا بالنسبة لنا، ما فيه تعويض يا جماعة. ما فيه تعويض. طيب يا دكتور، الرغم في ناس بتحب الأرغام جدا، يعني في ناس كثيرة ارتفاع يعني عندها ضغط دم لما توزنه بيكون أكثر من 120 على 80، لكن بيكون أقل من 140 على 90. ده اللي ننتظره في البيوت هم كويسين ولا يجوكم ولا منو بالضبط أسا يقيس ويقوم يجيكم يعني؟ طيب نحن عموما بنشجع إنه البيوت يكون فيها ميزان بتاع الضغط. كويس. ودي نقطة تانية مهمة، إنه ميزان الضغط الإلكتروني أو الديجيتال ده ممتاز جدا. العالم الآن كله بيتعامل مع الحكاية دي. نحن عندنا في السودان لازم نفتكر إنه لا، إلا يجذب الميزان بتاع الزئبق. أيوة نعم. لما يكون الميزان متوفر في البيت حتما المقدرة على تشخيص الضغط بتكون أكبر. يعني الناس قاعدين يتونسوا عندهم زول بيعرف يقيس الضغط قاس للناس كلها. نعم. هيلقى فيه 2-3 ضغطهم زايد. أيوة. ودي ما مكتشفينه لأنه الضغط ما عنده أعراض في أحيان كثيرة. الزول اللي احنا بنكون دايرين انه يجينا طوالي ده الزول ان احنا بنوزعه المرحله الاولى والمرحله الثانيه والمرحله الثالثه. المرحله الاولى دي بنقول الضغط الفوق من 130 ل 140، من 140 سوري ل 160. 160 كويس. نعم. فديل ناس الضغط المرحله الاولى، والتحت بيكون من 90 ل 100. ايوه نعم. ديل في الغالب بننتظر عليهم شويه. فزي ده اذا في طريقه يقيس في البيت يقيس، اذا متكرر طلع مرتفع لازم يقابل طبيب. يقابل طبيب. نعم. كويس. الناس المرحلة الثالثة اللي هي أكثر من 180 وأكثر من 110 ده مفروض يقابل طبيب في نفس اليوم. ما يقيس ثاني ولا ثالث؟ لا لا لا، لا. وده نعم. نحن بنبدأ له علاج في نفس اليوم. نعم. إنه ممكن لا قدر الله يجي بزبحة، يجي بجلطة، يجي بنزيف. صح. الأهداف، أنت قبل تكلمت على الأرقام ونفتكر إنه الأرقام مهمة. نعم. أو بتريح الزول. نحن دايرين الناس كلها يكون ضغطها أقل من 140 وأقل من 90، دي الناس اللي عندهم ضغط. زيادة بسيطة ممكن يكون 144 مثلا، الأربعة دي بتزيد نسبة الجلطات ب 10%. فنحن ما مفروض نهمل الأرقام حتى إذا بسيطة. أيوة حتى ولو بسيطة. أي. نعم. في ناس زي ما قلت لك دايرين إنهم أقل من 130 وأقل من 70، دي الناس السكري. نعم. ناس الكلى وناس القلب، فدايرين الضغط فيهم يكون أقل من كده كتير. أقل. أي. نعم. ندي فسحة للناس السنهم كبيرة عشان ما يحصل لهم هبوط في الضغط ويكون في دوخة يعني. نعم. زول عمره أكتر من 80 سنة أو من 60 ل 80 سنة، نديهم فسحة شوية لحد 140-150. نعم. زي ما قلت أنت دكتور إنه كثير من الناس بيكون عندها ارتفاع في ضغط الدم وهي ما يعني ما عارفة. في وصايا مهمة أو في بروجرام محدد أنتوا هتعملوه أو في يوم محدد لقياس ضغط الدم لكل الناس عشان الناس تكتشف اللي عندها ضغط من ما عندها؟ يعني ما كل الناس متوفرة لها الأجهزة وكده، فإحنا بندعو الناس إنها تجي للمراكز الصحية المتوفرة عشان تقيس ضغط الدم. كل كم؟ كل 6 شهور؟ كل سنة؟ الناس اللي عمرها أكثر من 40 سنة. نعم. بنقول على الأقل يقيس مرة في السنة. مرة إذا لقاه طبيعي السنة الجاية. السنة الجاية. نعم. الناس الأقل من 40 سنة بنقول بيقيس أقل كل 5 سنوات. أها. يعني اللي لقى نفسه من 3-5 سنوات لقى الضغط كويس تاني بيحتاج يقيس بعد 3-5 سنوات. نعم. لكن أنا نصيحتي إنه الزول كل ما يلقى فرصة يقيس الضغط بتاعه يقيس. يكون كويس. يعني نحن الحمد لله الآن كليات الطب متوفرة في عدد كبير من الولايات. نعم. كليات التمريض. المراكز الصحيه في عدد كبير من الولايات، الناس يعني بفتكر ما فيها صعوبه كبيره انه يلقوا زول يقيس لهم ضغط الدم. نعم. حتى اذا مشى عليهم مشوار مره في السنه ما بيفرق كثير. نعم. يعني. دكتور السؤال ده ما عارفه يعني اجابته هتكون كيف، لكن انتم قليلين الناس، الناس المسؤولين الدكاتره المتخصصين في القلب قليلين في السودان، حتى معروفين بالاسامي. انا ممكن يعني مش انا بس طبيبه، يعني كل الناس عارف دكتور انس البدوي وكذا دكتور هم في السودان بالنسبه للقلب. يعني في ناس في الاقاليم، في ناس بعيده، العلاج يصلوا لكم كيف يعني؟ طيب بالنسبة لعلاج ضغط الدم ما 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 لتخصص القلب. يعني احنا بالنسبة لنا الطبيب الآن الطلع علينا من كلية الطب ممكن يعالج ضغط الدم أو يبدأ فيه. في ضغط الدم اللي هو معقد، يعني حصل مشاكل معه في القلب في الكلى في كده، بيحتاج يقابل أخصائي. لكن غالبية ضغط الدم يعالج على مستوى المركز الصحي، على مستوى وزمن طويل كان طبعا المساعد الطبي في الولايات اللي هم الآن افتكر دي فئة فقدناها ويا ريت ترجع. يعني إذا ما رجعت بالصورة دي في حتات كثيرة في العالم الآن رجعت. فأفتكر
شخص مفيد جدا ومهم جدا كان في ال في الولايات, وده بيعالج ضغط الدم وبيعالجه كويس جدا. فزول ضغط الدم بيكون ده له زول قريب له, صح صح, فما بيحتاج يقابل حتى اخصائي باطنيه الا في الحالات المعقده. نعم, في ناس كثيره لما يجيها مثلا شخصين عنده ارتفاع في ضغط الدم بتفتكر انه ما في مشكله, يعني ما زي السكري وكده, ما ضغطين مرتفع وخلاص. الناس ما بتعرف الخطوره الا تشوف المضاعفات اللي ممكن تحصل لهم لو ما مشوا اخذوا العلاجات. وانا متاكده انه اكثر من 50% للاسف بيكون عنيدين جدا في حكايه الحبه اليوميه وبيرفضوها. المضاعفات اللي ممكن تحصل شنو لما يريد ارتفاع ضغط الدم؟ المضاعفات اللي ممكن تحصل غالبيتها ما بترجع, نكون واضحين. الزول الاول أيوة بيجيه مشكله في الغالب ثاني ما بترجع, عشان كده احسن حاجه الزول يغي نفسه. نعم, زي ما قلت ضغط الدم بيبدا يضرب الدم بيأثر على الشرايين, فاي حته واصله دم ممكن تتاثر في ضغط الدم. العين ممكن يدمر العين تماما ويعمل عمى, المخ, جلطات, نزيف, القلب, الذبحات, تضخم, فشل عضله القلب, الكلى, الفشل الكلوي كثير, فبيضرب اي مكان يصله دم. وللاسف الحته اللي بيضربها النقطه دي ثاني ما بيرجع منها, يعني الحياه ما بتتغير. الزول ممكن يبقى جاهته ذبحه يبقى طبيعي. نعم, الذبحه ممكن نحن بنعالج الذبحه والحمد لله علاجها متوفر, لكن ما بيرجع طبيعي. فالوقايه خير, الزول ما ينتظر انه لحد ما يصل مرحله بتاعت المضاعفات. المضاعفات, طيب اكثر المضاعفات مثلا لو جينا رتبناها, مثلا في مضاعفات كثيره ممكن ما نشوفها لكن عاده بيجوا شنو, يعني مشاكل القلب اكثر, في ناس ممكن تحصل لها مشكله في العيون, النزيف, يعني اكثر الحاجات اللي بتعانوا بتشوفها كثير في العيادات. نحن يمكن لانه ناس قلب بنشوف حاجات القلب, لكن نعم. عموما الوفيات بامراض القلب في السودان مثلا اللي هو بنفتكر انه دولة نحن دولة فقيرة ونمط الحياة فيها ممكن يكون فيه حركة كثيرة وكده, لكن وفيات بأمراض القلب يمكن الآن النمبر 1, يعني السبب الأول للوفيات في السودان هي أمراض القلب. وأمراض القلب السبب الأول لأمراض القلب هو الضغط, هو الضغط. فقيسي على ذلك. نعم, ناس الكلى السبب الأول بالنسبة للفشل الكلوي, واللي هي الان حاجه مزعجه جدا منتشره في السودان, ومراكز الغسيل منتشره في كل السودان بالتكلفه عاليه جدا. صح, الضغط, الضغط برضه, ويمكن يجي بعد السكري. السكري بيجي بعد الضغط في الحاجات بعد الضغط. احنا كنا قايلين السكري اول, يعني ننتهي من خاف من السكري اكثر, لكن الضغط حكايه ما لا والله, لان السكري السكري بياخذ وقت شويه اطول لحد ما يحتسن المضاعفات, لكن الضغط ممكن ضربته تكون من البدايه ضربه غاضيه جدا, غدار جدا, واعراضه شويه. نعم, زول السكر بيبدا يحس بالاعراض. عندك في 5 دقائق كده دكتور تجربتك مع الكورونا ونصائحك للناس اللي يسمعونا. طيب نحن يعني الكورونا نفتكر انها مرض عادي, الناس تتعامل معه كمرض عادي. نعم, كويس. مرض عادي بمعنى شنو؟ انه ما عيب انه زول تجيه كورونا. وكنت بحكي لك قبل الحلقه انه مشيت اشتري فواكه. نعم, فعمنا استاذ حسن الله يديه العافيه بيشتري منه الفواكه, فقال لي يا دكتور انت وين لك 3 اسابيع ما شايفك؟ قلت له انا والله يا اخي كان عنده كورونا, الجماعه كلهم رموا الفواكه بتاعتهم خلوهم مشوا وانتشروا. نعم, فهو ما مرض عيب, عباره عن انفلونزا نزله يا جماعه, لكن مشكلته انتشار السريع. فنحن عشان نمنع الحكايه دي, وانا افتكر انه الى حد كبير السودان نجح في انه يقلل من الانتشار الشديد. نعم, رغم انه الناس ما ملتزمه بالحاجات وكذا, لكن الدول ما بيضمن اللي هيتاثر اكثر من هو اللي هيموت من هو حقيقي, يعني حقيقي. وبعد قدر ما نقدر نقلل في الاحتكاك يكون افضل. نعم, كويس. غالبيه الناس بتجيهم الكورونا دي وما بيحسوا بها. نعم, خاصه الناس اللي ما عندهم مشاكل مزمنه, كويس, بتجيه في شكل نزله عاديه, فقدان حاسه الشم. واللي بتاثروا اكثر هم ممنون منه تقريبا, يعني هم الأسوأ عندهم او الاشده. أيوة, ناس الامراض المزمنه القلب على راسهم. ايوه, الكلى. ايوه, كويس, وناس مشاكل التنفس والسكري. الازمه والمدخنين وكده. نعم, فديل اكثر عرضه من غيرهم. والسكري طبعا أكيد. طبعا طبعا. نعم, السكري ضربه الكورونا برضه فيه قويه. نعم, اي. أيوة, لكن نتذكر حاجه انه نسبه الوفاه في الكورونا دي ما لا تتعدى ال 2 او 3%. ايوه نعم, يعني غالبيه الناس بتجيها وبتروح, وربنا يرفع البلاء ان شاء الله. نعم, تجربتي معاها انه التعامل معاها مهم, انه انت لما تعترف انه انت دي احتمال كورونا دي مهمة, بتقدر تبدا علاج, بتقدر تسمع النصائح, بتقدر كده. لكن طالما انت ناكر انه دي كورونا وبتفكر ان اي حاجه ثانيه غير كورونا, ما العلاج حيكون صعب جدا, وحتاثر على الناس اللي انت بتحبهم. نعم,
يعني خاصة إذا معاك ناس كبار أو أمراض مزمنة في البيت، اتذكر إنه أنت ممكن تقتل والدك، تقتل والدتك، تقتل زول قريب جدا أنت بتحبه جدا بالإهمال. أيوة صح، بحاجة بسيطة جدا. نعم. أنا أفتكر أصعب حاجة في الكورونا دي غير المرض القفلة بتاعتي، يعني أنا قفلت 15 يوم في وضع دي مسألة صعبة جدا. صعبة أكيد طبعا. وصية مهمة لكل اللي بيسمعونا إذا كانوا من مرضى الكورونا، مرضى القلب، مرضى ارتفاع ضغط الدم. طيب، ناس الضغط بالذات المتابعة. المتابعة. المتابعة مهمة جدا، أخذ العلاج والملح يا جماعة. أنا بكرر الملح في أي حلقة أنا جيت فيها في التلفزيون بقول يا جماعة الناس تركز على الملح لأنه أنا شايف مشاكله. نعم. فالمتابعة قياس الضغط في أقرب مركز صحي لك إنه تأخذ أدويتك بانتظام. ناس القلب نفس الشيء. كويس؟ برضو عندنا القلب الناس بيفتكر إنه زي لما يقول له دي ضيق شرايين أو الزبحة بيفتكر إنها زي الكورونا. أيوة. فيها استجمة يعني فيها صح عيب. صح. لكن نذكر إنه الألم بتاع السدر دائما يا جماعة دليل على انه في مشكله. ما نتعامل معه على سنه ذبحه احسن من نتعامل معه على سنه حاجه ثانيه. دكتور انس، يعني انا بشكرك جدا جدا، وانت زي ما قلنا واحد من الجيش الابيض، وتعرضت لمخاطر كثيره، وتعرضت للكورونا وايام عصيبه، والحمد لله انك شفيت ورجعت لاسرتك ورجعت لكل العيانين وللسودان. وجودك معنا في البرنامج ذاته أجر لك، لأنه كل الناس بتستفيد منك، وأنت أكيد غدوة لناس كتار. شكرا لك، ونصائح مهمة لكل الناس اللي بيسمعونا. الكورونا مسؤوليتك، حافظ على أسرتك، حافظ على أبوك وأمك، حافظ على ناس بيتكم كلهم. دي نقطة مهمة جدا أنا بشوفها. ارتفاع ضغط الدم زي ما قال الدكتور أنس، الملح ثم الملح ثم الملح، نبعد عنه. دي كانت حلقتنا الليلة، ودي كانت فقراتنا الليلة. تكلمنا التغذية ومريض ارتفاع ضغط الدم، ومع دكتور أنس تكلمنا عن ارتفاع ضغط الدم والكورونا، وتكلمنا كمان عن طريقة قياس ضغط الدم، وتكلمنا في فقرة منفصلة كمان عن الحمل وارتفاع ضغط الدم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقاتنا. نتقابل الأسبوع الجاي في أمان الله.